الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في هذه الحلقات نتحدث عن المدود، وكنا في الحلقتين الماضيتين قد تحدثنا عن نوعين من أنواع المد التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. تحدثنا بداية عن المد الطبيعي، وذكرنا أن المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. من أمثلة المد الطبيعي نوحيها، وذكرنا أن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. أيضا تحدثنا في الحلقة الماضية عن مد البدل، وذكرنا أن مد البدل هو كل همز ممدود، مثل آمنوا، إيمانا، أوتوا، هذه كلها مدود بدل. وذكرنا أن مد البدل يمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. اليوم إن شاء الله نتحدث عن النوع الثالث من أنواع المدود التسعة، وهو مد العوض. قبل أن نتكلم على مد العوض، نذكركم بأنواع المدود التسعة التي كررت مرارا أنه لا غنى لقارئ القرآن عن معرفة هذه المدود. إن عرفنا هذه المدود وعلمناها وأتقناها وعرفنا أحكامها ومقاديرها، استطعنا قراءة القرآن العظيم من أوله إلى آخره بإتقان من حيث المد. المدود التسعة هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، المد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة، وهذه تنقسم إلى قسمين، صلة كبرى وصلة صغرى، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. هذه هي الأنواع التسعة. تحدثنا عن نوعين من هذه الأنواع، واليوم إن شاء الله نتحدث عن النوع الثالث من هذه الأنواع. مد العوض له علاقة بالتنوين، والتنوين كما نعلم هو ظاهرة من ظواهر اللغة العربية، يكون في أواخر الأسماء أو في أواخر بعض الأسماء إذا كانت هذه الأسماء نكرة. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تكون في أواخر بعض الأسماء في اللفظ دون الخط، وتكون في الوصل دون الوقف. ما معنى هذا الكلام؟ الآن حينما أقول كتابا وكتاب وكتاب، كتابا هذه الكلمة هي اسم وهي نكرة غير معرفة. كتابا آخرها هنا فتحة، وبعد الفتحة نون ساكنة، كتابا، لكن هذه النون الساكنة التي أنطقها الآن هي تكون في اللفظ فقط ولا نكتبها. نحن حينما يكون آخر الكلمة التنوين نجعل بدل الفتحة فتحتان أو فتحتين، وبدل الضمة ضمتين، ونجعل بدل الكسرة كسرتين، فمضاعفة الحركة هو العلامة التي جعلت في الخط كعلامة وإشارة للتنوين. فهذه التنوين في أواخر الأسماء هي عبارة عن نون ساكنة، نحن نلفظ هذه النون، نقول كتابا
لكننا لا نكتب هذه النون. حينما يكون التنوين تنوين جر، كتاب، كتاب هنا آخرها كسرة، وبعد الكسرة نلفظ نونا ساكنة اللي هي التنوين. حينما أقول كتاب، هذه آخرها ضمة وبعد الضمة نون ساكنة، فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة تكون في أواخر بعض الأسماء، وهذه النون الساكنة نلفظها ولا نكتبها، أيضا تكون في الوصل دون الخط. حينما يكون آخر الكلمة تنوين فإن هذا التنوين يلفظ في الوصل، حينما أصل الكلمة بما بعدها سأقول كتابا، عليما، خبيرا، لكن إذا وقفت على هذه الكلمة المنتهية بالتنوين فإما أن يكون التنوين تنوين رفع، وإما أن يكون تنوين جر، وإما أن يكون تنوين نصب. إن كان التنوين تنوين رفع وجر، مثلا كتاب وكتاب، كانت العرب تقف على هذه الكلمة بالسكون، يعني تحذف النون الساكنة وتقف على الكلمة بالسكون، فبدل أن تقول كتاب تقول كتاب، وبدل أن نقول كتاب نقول كتاب، فنحذف هذا التنوين ونقف على الحرف ساكنا. أما إذا كان التنوين تنوين نصب فإن العرب كانت إذا وقفت على هذا التنوين فإنهم يحذفون هذا التنوين ويعوضون عن هذا التنوين بألف يمد بمقدار حركتين. مثلا كتابا هذا تنوين نصب، إذا وقفنا على هذه الكلمة سنقول كتابا، هكذا نحذف التنوين ونعوض على التنوين بألف نمده بمقدار حركتين، بدل أن نقول عليما نقف عليما، وبدل أن نقف خبيرا نقف خبيرا، فنحذف التنوين ونعوض على هذا التنوين الذي هو تنوين نصب، نعوض عليه بألف تمد بمقدار حركتين، وهذا المد يسمى مد العوض. هذا هو مد العوض، هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. لو تذكروا في أول حلقة تحدثنا عن المدود، كنا قد ذكرنا أنه ثمة أنواع من أنواع المدود تلحق بالمد الطبيعي وتمد كالمد الطبيعي. ذكرنا منها مد البدل وذكرنا مد العوض، وإن شاء الله حينما نتحدث عن مد الصلة سنتحدث عن الصلة الصغرى التي تلحق بالمد الطبيعي وتمد بمقدار حركتين. هذا هو مد العوض. مد العوض هو أن نعوض على تنوين النصب بألف تمد بمقدار حركتين، طبعا يكون هذا التعويض حالة الوقف، لأننا إذا وصلنا الكلمة التي آخرها تنوين نصب فإن التنوين يظل عليما، حكيما، خبيرا، لكن إذا وقفنا على هذه الكلمة نحذف التنوين ونعوض عن تنوين النصب بألف ونمد هذه الألف بمقدار حركتين. في التنوين بالرفع والتنوين بالجر تلك نقف بالسكون ونحذف التنوين. مد العوض يتعلق فقط بتنوين النصب. ما ذكرته نراه موضحا من خلال اللوحة التعليمية الأولى في هذه الحلقة. أخرجوا لنا اللوحة إذا جاهزة. مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نلاحظ الأمثلة. المثال الأول توابا آخرها تنوين نصب، إذا وقفنا على هذه الكلمة نعوض عن تنوين النصب هذا
بألف تمد بمقدار حركتين فنقول توابا. شيئا آخرها أيضا تنوين نصب، إذا وقفنا على هذه الكلمة نعوض عن تنوين النصب بألف تمد بمقدار حركتين فنقول شيئا. المثال الثالث كلمة إنشاء، أيضا هذه الكلمة آخرها تنوين نصب، وهذا التنوين إذا وقفنا عليه فإننا نعوض عن هذا التنوين بألف تمد بمقدار حركتين، نحذف التنوين ونعوض بألف. طبعا نحن في هذه الكلمة نتحدث عن المد الثاني. المد الأول الألف الذي قبل الهمزة هذا مد متصل، هذا النوع إن شاء الله نتحدث عنه في الحلقة القادمة، لكن أنا أتكلم عن الهمزة. أيضا لو نظرنا في الأمثلة التي بين أيدينا الآن سنلاحظ أن كلمة توابا وكلمة شيئا بعد الهمزة قد رسمت ألف، فإذا وقفنا سنقول توابا شيئا، لكن في كلمة إن شاء الهمزة هنا في آخر هذه الكلمة لم يرسم بعدها ألف، لكن هذا الألف نثبته إذا وقفنا، هذا الألف هو معوض عن تنوين النصب. لماذا لم نكتب هذا الألف بعد الهمزة؟ طبعا هذا في قواعد الكتابة لا يصح، لأن العرب لا تجمع في كتابتها بين ألفين، يعني لا يرسمون ألفا وبعده ألف، لذلك لم ترسم ألف بعد الهمزة، هذا تتجنبه العرب في كتابتها. لكن إذا وقفنا سنقول إن شاء، هكذا ننطق همزة مفتوحة بعدها ألف. أيضا الآن سائل قد يسأل يقول الآن همزة بعدها ألف، أليس هذا مد بدل الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وقلنا أن مد البدل هو كل همز ممدود؟ طبعا هذا ليس بمد بدل. لماذا؟ لأن الألف التي بعد الهمزة هي ألف معوضة عن تنوين النصب، هذه الألف هي ألف غير أصلية، بينما هناك في مد البدل قلنا أن الألف أو الواو أو الياء التي بعد الهمزة هي حروف مبدلة عن همزة ساكنة، نحن شرحنا هذا، قلنا هي حروف مبدلة عن همزة ساكنة لأن العرب لا تجمع في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد هذا فإنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها. فالمد هنا هو مد عوض وليس بمد بدل. لماذا؟ لأن الألف التي بعد الهمزة هي ألف معوضة عن تنوين النصب، وهي في الحقيقة ألف غير أصلية، لأننا إذا وصلنا هذه الكلمة المنونة في آخرها بتنوين نصب لو وصلناها بما بعدها لا وجود لهذا الألف، نحن سنلفظ نونا ساكنة، فننتبه لهذا، لا نخلط بين مد العوض وبين مد البدل. الآن عندنا فاصل قصير، بعده إن شاء الله نواصل حديثنا عن مد العوض، فأهلا وسهلا بكم. مواقع العلماء، فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، الشيخ نادر العمراني رحمه الله، الشيخ عبد اللطيف الشويرف، الشيخ سامي السعدي،
الشيخ عمر مولود عبد الحميد، الشيخ غيث الفاخري، الشيخ محمد القماطي، الشيخ محمد أبو عجيلة، مواقع العلماء، مكتبة المرئيات والصوتيات، سلاسل علمية، مقالات، فتاوى، بحوث علمية ومؤلفات. مواقع العلماء، نشر للعلم وتعاون على البر. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنا قبل الفاصل نتحدث عن مد العوض، وذكرنا أن مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي، وذكرنا أمثلة لهذا المد، منها شيئا، عليما، خبيرا، إن شاء. وذكرنا أيضا أن الهمزة في آخر الكلمة إذا كانت هذه الكلمة منونة تنوين نصب، فإن وقفنا على هذه الهمزة فلا يغرنا أو تغرنا الهمزة الممدودة، هذا ليس بمد بدل وإنما هو مد عوض، لأن هذا الألف الذي بعد الهمزة ما هو إلا ألف منقلبة عن تنوين النصب أو ألف معوضة عن تنوين النصب. أيضا ثمة أمر آخر ينبغي أن ننبه له تكملة لحديثنا عن مد العوض. هناك بعض الكلمات تنتهي بهاء التأنيث، مثلا كلمة شجرة، كلمة امرأة، كلمة جنة، هذه الكلمات هي منتهية بهاء التأنيث، ونحن نعلم أن هاء التأنيث التي تكون في أواخر بعض الأسماء إذا وصلنا هذه الكلمة المنتهية بهاء التأنيث بما بعدها فإننا ننطق هاء التأنيث تاء، نقول مثلا وشجرة تخرج، وشجرة هكذا ننطقها تاء، وامرأة مؤمنة إن وهبت، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. لاحظوا أن الهاءات هنا هاءات التأنيث، إذا وصلناها بما بعدها فإننا ننطق هذه الهاءات تاء، لكن إذا وقفنا على هاء التأنيث سننطق هاء ساكنة، نقول شجرة، امرأة، مؤمنة، جنة، هكذا ننطق هاء ساكنة. هب أن هاء التأنيث عليها تنوين نصب، مثلا وشجرة تخرج، هنا التنوين تنوين نصب وهو على هاء التأنيث، وامرأة مؤمنة، هنا التنوين تنوين نصب وهو على هاء التأنيث، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جنة هنا تنوين نصب وآخر هذه الكلمة هاء تأنيث. هاء التأنيث إذا وقفنا عليها لا نعوض عن التنوين عن تنوين النصب بألف تمد بمقدار حركتين، أقول لا نعوض، إنما نقف بهاء ساكنة، فهذه الحالة هي حالة مستثناة من تنوين النصب. إذا كان تنوين النصب على آخر كلمة منتهية بهاء التأنيث لا نعوض عن هذا التنوين بألف، وإنما نقف على هاء التأنيث
بهاء ساكنة، نقول وشجره، ولا نقول وشجرة، أيضا نقول وامرأة ولا نقول وامرأة، هذا خطأ. إذا وقفنا، أعيد، إذا وقفنا على هاء التأنيث وهذه الهاء عليها تنوين نصب، لا نعوض عن تنوين النصب بألف هنا، وإنما نقف على هاء ساكنة. فننتبه لهذا الاستثناء، الأسماء المنتهية بهاء تأنيث لا نعوض عن تنوين النصب إذا وقفنا عليها بألف نمدها بمقدار حركتين. هذا التنبيه نراه ملخصا من خلال اللوحة التعليمية الثانية في هذه الحلقة. نلاحظ أنه قد كتب على اللوحة يستثنى من مد العوض، وقد عرفنا ما هو مد العوض، يستثنى من مد العوض هاء التأنيث، فعند الوقف عليها، يعني حينما نقف على هاء التأنيث، يحذف التنوين ويوقف على الهاء الساكنة. يحذف التنوين ويوقف على الهاء الساكنة، يعني لا نعوض عن تنوين النصب بألف، إنما نقف بهاء ساكنة، نحو وشجرة، نقف عليها وشجرة. أيضا وامرأة، نلاحظ أن آخر هذه الكلمة هاء تأنيث، لا نعوض عن هذه عن هذا التنوين بألف، وإنما نقف على هاء ساكنة، هكذا وامرأة. أيضا جنة، إذا وقفنا عليها فإننا نقف على هاء ساكنة. إذن هذا هو مد العوض، وهو بحث سهل شرحناه شرحا وافيا كافيا بفضل الله جل وعلا. وبهذا نكون قد تحدثنا إلى الآن عن ثلاثة أنواع من أنواع المد. تحدثنا عن المد الطبيعي، وتحدثنا عن مد البدل، وتحدثنا عن مد العوض. وهذه الأنواع الثلاثة كلها تمد بمقدار حركتين. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنستأنف الحديث عن أنواع المد، ونتحدث عن المد المتصل. أما الآن فنتلو التلاوة المنهجية، وتلاوتنا المنهجية هي الصفحة 68 بعد 100 الثانية، من الآية 7 إلى الآية 14 من سورة النحل. أتلو وبعد ذلك كما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون،
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءتها على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة معنا أول متصل صفاء حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تقرأين لمن يا صفاء؟ تقرأين لحفص؟ لحفظه والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون حسبك بارك الله فيك يا صفاء ما شاء الله قراءتك جيدة انتبهي إلى كلمة بشق الأنفس إذا وقفنا على كلمة بشق وهذا الوقف طبعا لا يصح إلا اضطرارا
يعني لو اضطر القارئ أن يقف على هذه الكلمة ضاق نفسه أو نسي الكلمة التي بعدها أو نحو هذا. فإذا وقفنا على هذه الكلمة ولا يكون الوقف إلا اضطرارا فننتبه للقلقلة بشق. الآن أنت لما قرأت اضطررت للوقف لأن نفسك قد ضاق فلم تقلقي للقاف، انتبهي لقلقلة القاف لأن القاف حرف من حروف القلقلة، وحروف القلقلة هي كما نعلم القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف إذا سكنت نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق. أيضا كلمة جائر، هذه الكلمة إذا وقفنا عليها الراء ستسكن بسبب الوقف، فيصير عندي راء ساكنة قبلها كسرة، ونحن نعلم أن الراء الساكنة إذا سبقت بكسرة ترقق هذه الراء، نقول جائر هكذا. لو وصلنا هذه الراء بما بعدها ومنها جائر، طبعا التنوين هنا التنوين رفع، الراء مضمومة تكون الراء مفخمة، لكن إذا وقفنا ستسكن الراء قبلها كسرة والراء الساكنة التي قبلها كسرة هي راء مرققة. عندنا الآن فاصل، بعده إن شاء الله نستكمل حلقتنا، فحياكم الله. والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل لكون. يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، الهواء مفتوح لكم فيه لمن أراد أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. معنا هداية، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. حسبك بارك الله فيك يا هداية، ما شاء الله قراءتك جيدة زادك الله توفيقا. فقط انتبهي لكلمة أن أنذروا، الراء هنا مضمومة، الراء مفخمة، لا نترك هذه الراء المضمومة تتأثر بجارتها الذال المكسورة، لا نترك الذال المكسورة تسحب صوت الراء إلى أسفل، نقول أن أنذروا ولا نقول أن أنذروا، ننتبه لا نرقق هذه الراء. دائما يا إخوة ننتبه للراء المفتوحة والراء المضمومة التي تسبق بكسرة فهي غالبا تتأثر بالكسرة التي قبلها، فلا نتركها تتأثر بهذه الكسرة، ننتبه لهذا. معنا أخونا محمد، مرحبا محمد، أنت على الهواء إن كنت في الاستماع. ننتقل إلى المعتصم. بلا. مرحبا، أهلا يا معتصم، اقرأ. فوق المعون. اقرأ المعون. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أرأيت الذي يكذب بالدين، كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل المصلين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، هي عودها هذه، فويل للمصلين. لا لا لا، عودي الآية هذه، فويل للمصلين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤونهم. نعم، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا معتصم. يراؤون ويمنعون الماعون. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا معتصم، شكرا على اتصالك، نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. معنا أخونا محمد، رجع إلينا، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. نحمد الله، تفضل بالقراءة يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لو تصلها أفضل. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيك يا محمد، قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا. أريد منك يا محمد أن تهتم أكثر بالوقف والابتداء. طبعا هو بحث الوقف والابتداء هو من أهم مباحث علمي التجويد، وطبعا الكلام فيه يطول وفيه تفصيل، وهو يعني نحن سنتعرض له إن شاء الله في هذه الدورة التجويدية. لكن من ليس لديه خلفية عن أنواع الوقوف ونحو هذا يكتفي بالوقف على علامات الوقف الموجودة في المصحف، يعني كلما وجدنا علامة للوقف نقف، إذا لم نجد علامة للوقف فلا نقف. طبعا بعض المصاحف مثلا عند المشارقة هناك علامات عديدة للوقف، نتعلم معاني هذه العلامات حينما نجد لا، يعني نعرف معناها حينما نجد قلة، نعرف معناها صلة، نعرف معناها ونتقيد بهذه العلامات. الآن يا محمد أنت لما قرأت إلا الذين آمنوا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أنت وقفت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ابتدأت منها، كان يحسن هذا المقطع أن تصله بالمقطع الذي قبله لأن هذا المقطع يتعلق بما قبله من حيث المعنى ومن حيث اللفظ أيضا. فنحاول أن نتقيد بعلامات الوقف الموجودة في المصحف، هذا لمن لا يعرف أنواع الوقوف ولا يعرف أن يميز بين هذه الأنواع وما يجوز الوقف عليه وما لا يجوز وما يحسن الوقف عليه وما لا يحسن الوقف عليه وما يقبح الوقف عليه. هي علامات كثيرة، لكن علماءنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا في ضبط المصحف الشريف وضعوا علامات لهذه الوقوف، نحن نمشي على هذه العلامات. معنا أخونا محمد، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. اتفضل بالقراءة يا محمد إذا كنت تسمعني. نعم أسمعك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن
في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حسبك بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله قراءتك جيدة. فقط يا محمد أريد منك أن تنتبه إلى الحروف التي تقف عليها، مثلا حينما وقفت على كلمة ألوانها ننتبه إلى الهاء، لابد أن نعطي الهاء حقها، ومن صفات الهاء هي صفة الهمس، ألوانها هكذا لابد أن يجري الهواء، ولا نقول ألوانه ونبتر الهاء ولا ننطق الهاء كاملة ولا نعطي الهاء حقها صفة ومستحقا. أيضا تشكرون لابد النون هنا أن نعطيها حقها من الغنة، والغنة هنا غنة ناقصة. أيضا لما وقفت على كلمة الثمرات لابد أن ننتبه، الهاء التاء من حروف الهمس فلا بد أن نعطي التاء حقها ومستحقها، فننتبه للحروف التي نقف عليها، لا نبتر هذه الحروف ونأتي بجزء من هذه الحروف، لابد أن نعطي الحرف حقه كاملا. الثمرات، ألوانها، تشكرون، ننتبه لهذا يا أخي محمد. وفي الجملة قراءتك جيدة، زادك الله فتحا وتوفيقا. معنا مالك، مرحبا مالك، أنت على الهواء، يبدو أنه هناك مشكلة في الاتصالات، المكالمة انقطعت. طيب أريد أن أنبه إلى كلمتين في هذه الصفحة قبل أن أختم. أولاهما كلمة لرؤوف في الآية السابعة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أبو عمرو رحمه الله طبعا يقرأ إن ربكم لرؤوف رحيم، فليس عنده بدل في هذه الكلمة. أيضا عندنا في الآية الثانية عشر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هكذا يقرأ الجمهور، والنجوم مسخرات بأمره. حفص رحمه الله، وينتبه لهذا إخواننا الذين يقرؤون برواية الإمام حفص، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. النجوم هنا مرفوعة على الابتداء، فننتبه لهذا، أو بالأخص ينتبه لهذا من يقرأ برواية الإمام حفص، مثل الأخت صفاء هي أول متصلة في هذه الحلقة، لو تذكرون قراءتها والنجوم مسخرات بأمره. هاتين الكلمتين أو هاتان الكلمتان أردت أن أنبه لهما. انتهى وقت الحلقة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله. Mm-hmm.